صباح الخير، السلام عليكم. هذه هي الموسيقى تاع الصباح، معكم بطل جزائري مرة وليسة. نقطة نفهم فيها الرياضيين اللي يكونوا مقبلين على البطولة، حتى لو تكون يعني مازال البطولة مازال فيها 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور، حاجة اللي لازم يلتزم بها هي المواعيد تاع الواجبات تاعو، ما يضيعش الوقت، ما يرقدش، ينوض، يوجد الوجبة تاعو سواء في الأوف سيزون ولا في البروغرام تاع العام تاعو، الوقت تاع الماكلة تاعو يلزم يسمعش. 5 تاع الصباح عندك وجبة، لازم تنوض الوجبة تاعك. وقال أنا في الأوف سيزون لحوم حمراء، روز سواء كحل ولا سواء روز عادي بسمتي، تجد الوجبة تاعك إلى عندك 5 بلوط، صلي صلاتك تسمح فيها، وجد الوجبة تاعك تاع والديك، وما تسمح في والو في الصالة تاعك كي تكون تدرب، تحكيش بزاف مع الناس، حاول كيفاه طبق البرنامج التدريبي اللي عطيهولك المدرب كيما لازم، حاول كيفاه الهدف تاعك توصل له بأي طريقة، ما تتفنيش، اخدم، نحاول نوصل لك الرسالة هذه والمعلومات هذو ببساطة، هكا لا نعقد لك الأمور، سيرتوني نحكي عن المبتدئين، مابقاش نقول لك مش عارف كيفاه، نسمع مع بعض المدربين يحب ينحد المعلومة الرياضي ويخليه يحس باللي التدريب هذا علوم مش عارف كيف علوم دقيقة ومش عارف. المهم حافظ على الوجبات تاعك، التدريب تاعك، صلاتك تنجح.